نبدا بالتاهل لدوري ابطال افريقيا، وصراحه كده فرص الاهلي شايفها ازاي؟ بصي انا عايز ابدا بس باول نقطه وهي اهم نقطه. بيتسو موسيماني بعد فتره، واللعيبه بعد فتره من الضغط، الناس كانت رسمه لهم فريم معين، ولو تفتكري كنا بنقول ان احنا ماشيين على سلمه وسلمه لا، وبنطلع وبنعمل ماتش حلو وماتش مش حلو، وساعتها كنا بنتكلم في بعض الاحيان يا جماعه ما تبقوش قاسيين شويه عشان دول رياضيين وبيلعبوا تحت ضغط بقالهم سنتين، منها سنه كورونا وفي ظروف غير طبيعيه، مش الناس بيتقبلوا الكلام ده من باب انا اسف يعني هو كليشيهات يعني يا جماعه انتوا بتقولوا لنا الكلام ده بس عشان تبرروا. طيب الفرقه جت خدت راحه ما يزيد عن 20 يوم الفتره اللي فاتت، ودي هنا الناس بتحب، انا بخاطب فئتين، الناس اللي بتحب التحليل والناس اللي بتحب ان هي تعرف اساسيات الرياضه بشكل عام ومنها كره القدم. الرياضي او لاعب الكوره لما يكون ذهنه صافي اداؤه ومردوده داخل الملعب حاجه، ولما انت تجيبه يلعب 20 ماتش ورا بعض لمده الفارق ما بينهم يومين او ثلاث ايام ده واحد تاني خالص، مع ان هو نفس الشخص هو نفس الشخص. وهدي مثلا بسيط من الماتش، الصوره اللي الجميع بيتداولها لايمن اشرف ومحمد الشناوي اللي كانوا يبصوا، وايمن اشرف شمتان في محمد الشناوي ان الحكم عمال يزعق له وبتاع والدنيا وايه النتيجه 0-0 لسه ما جابش الجون، بس اللعيبه نحس ان هم ديت المباراه الركن هادي واللياقه البدنيه كانت ظاهره من بعد الراحه طبعا. ما هي كلها عامله زي ايه، هي عامله زي الدومينو، اللي الكروت كلها واقفه الكروت كلها واقعه، فاللعيبه بعد ما خدوا فتره الراحه دي وارتاحوا، واللي صيف واللي خد استشفاء واللي عالج نفسه من اي شد عضلي عنده او اي مشكله، وكمان بيتسو مش مين الجهاز الفني خدوا فتره ان هم يعدوا اللعيبه نظريا. ليه؟ انا وانا بشتغل مع اللعيبه في التدريبات ده عملي، انا النهارده بنزل اعمل جمل بس اعمل في حاجات معينه في الملعب ده عملي. طيب المحاضره النظري اخرها معايا في ما بين ماتشين ما بينهم ثلاث ايام اخري ساعتين، ما عنديش وقت تاني، انما في الفتره الطويله دي عندي مساحه ان انا صحيح. كل يوم صحيح. يبقى عندي محاضره ساعه اتكلم وافهم اللعيبه احنا عايزين نعمل ايه. هنقسم الماتش، امبارح ماتش يوم السبت بتاع الترجي الاهلي بقسم مباراه احنا حاسين فعلا بنتفرج على مكان بايرن ميونخ، فعلا الماتش متقسم، اول نص ساعه هنعمل كذا، اخر ربع ساعه في الشوط الاول هنعمل كذا، اول ربع ساعه في الشوط الثاني هنعمل كذا، لما يا جماعه قفشه ينزل هنعمل كذا. اللعيبه تروس عماله تنظم وتنفذ التعليمات بشكل مميز جدا. ده ايه سببه؟ اهم حاجه ان الذهن بقى يعني مرتاح. ومع هذا كان برضو فكره ان هم ياخدوا ست ايام يعني متواليه او متتاليه كراحه، ده كان مطار لانتقاد البعض، ناس كتير حتى بما فيهم على فكره لعيبه كوره معروفين يعني قال لك ان ست ايام دي فتره طويله نسبيا. في المقابل طبعا في وجهه النظر الثانيه اللي احنا بنتكلم في مفرداتها ان يعني ده اقل واجب مع الناس اللي مضغوطين بقالهم سنتين بالشكل ده. ست ايام ده تبقى مشكله لو انا جيت حطيتهم وسط فتره ضغط، انما احنا هنا اتعاملنا في ايه؟ كان اتعاملنا ان انا اصلا محتاج عضلات ترتاح، لان انا اصلا لعبت فوق ما يزيد عن سنه، ما يزيد عن سنه. يعني هدي مثلا بسيط عشان برضو الساده المشاهدين يفهمونا، لو احنا جايبين يعني ايه حاجه حديد وعاملين نسخن فيها انا ما اقدرش اشكلها، يعني لازم النهارده وهي سخنه كده ابدا واسيبها تبرد عشان تديني الشكل اللي انا عايزه. فاللعيبه دي من بعد كل فتره ضغط دول محتاجين عضلاتهم محتاجه انها ترتاح، لان انت كل يوم شويه بتعمل ايه؟ عمال تعمل مباريات وتدريبات ومباريات مختلفه، بتروح تسافر قطر وتسافر كينشاسا وتسافر جنوب افريقيا بريتوريا وتروح مش عارف فين وتلعب سوبر تاني في قطر وترجع تروح في المحله وتروح اسكندريه والاتحاد الكوره حاطط لنا ما اعرفش ماتش ثلاث ماتشات في ثلاث محاضرات مختلفه في اسبوع. دول بني ادمين طبعا، واهو عشان بس نبقى احنا بنتكلم بدلائل. اول مباراه الناس اللي كلها اتفقت تقول لك إيه الاهلي قدام الترجي اللعيبه كانت مختلفه، حاسينهم كده بيلعبوا هم مرتاحين، ما هم مرتاحين عشان هم خدوا فتره راحه. فاحنا محتاجين لما نيجي ننتقد ونيجي نقيم اللاعبين النهارده خلاص موضوع التحليل الناس كلها بقت بتحبه، لازم تبقى فير واخد بالك من كل العوامل، ما تبقاش باصص للموضوع كانه بلاي ستيشن دول مش نازلين لك وهم فات اللعيب مش نازل لك والبار بتاعه 100% في الماتش زي بلاي ستيشن زي ما انت بتلعب على الفيفا. لا اللعيبه دي بني ادمين
محتاجين يتحطوا في اجواء كويسه عشان نطلع منهم افضل ما يمكن. والحمد لله حققنا نص مشوار، ولكن مع التاكيد لسه الفرحه مش كامله، محتاجين نشتغل ومحتاجين نعد من امورنا عشان ان شاء الله ناكد التاهل بتاعنا يوم السبت الجاي في ملعب السلام.